بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت اليوم أن أتأمل معكم هذا الحديث الذي استوقفني طويلا. إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشوارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح بالماء والاختتان. الحديث موجود في السلسلة الصحيحة. أحب أن أركز معكم اليوم على غسل البراجم. ماذا يعني؟ طبعا الاستنشاق كلنا نعلم أهمية الوضوء وفوائده الطبية. الوضوء أيها الأحبة ينقي الجلد والأنف والفم من الكثير من البكتيريا الضارة إذا حافظت على الوضوء. السواك مهم جدا للحفاظ على سلامة اللسان والأسنان والفم وحتى سلامة القلب والذاكرة على فكرة يعني. أيضا قص الشوارب، تقليم الأظافر لمنع هذه الفيروسات والبكتيريا، نتف الإبط أيضا لمنع البكتيريا الضارة من التراكم، الاستحداد كذلك، حلق العانة لمنع أيضا هذه البكتيريا الضارة من التراكم بسبب التعرق وغير ذلك، الانتضاح بالماء وهو التطهر بعد يعني التبول، يعني عندما تتبول أو عندما تدخل إلى الخلاء فينبغي أن تتطهر جيدا. والاختتان نحن نعلم فوائده، فوائد الختان الطبية الكثيرة، حتى إنهم بدأوا في الغرب يوصون بضرورة الختان للرجال للوقاية من الإيدز والأمراض الجنسية المعدية بعد أن كثرت لديهم. اليوم أيها الأحبة، ما هو غسل البراجم؟ الحقيقة فسر العلماء هذا الحديث أن غسل البراجم هو المبالغة في غسل مفاصل أو ما بين الأصابع، أن تغسل ما بين الأصابع وهنا وتركز على باطن اليد وظاهرها وتغسل جيدا مفاصل الأصابع، هذه غسل البراجم. الحقيقة يعني مصطلح غامض نوعا ما، ولكن معروف عند علماء الفقه أنه من السنة بل من الفطرة السليمة. يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المبالغة في غسل اليدين بطريقة صحيحة بهذه المفاصل والأظافر وبين الأصابع وظاهر اليد وباطنها، اعتبر هذا الأمر من الفطرة السليمة. اليوم عام 2020 العلماء ينصحون بغسل البراجم. ربما تعجبون أيها الأحبة، أحب أن أعرض عليكم صورة أرسلها لي أحد الإخوة. سبحان الله، هي شرح لهذا الحديث. يعني أنا الآن سأعرض عليكم هذه الصورة لتتأملوا معي. طبعا انظروا أيها الأحبة، هذه مراحل غسل البراجم. انظروا هنا، طبعا يشرحون طريقة غسل. تأملوا يعني التسلسل، الغسل ما بين الأصابع، الأظافر، ظاهر اليد، باطنها. طبعا ابحثوا على الإنترنت ستجدون الكثير من هذه الصور على الإنترنت موجودة، وينصح بها كبار الأطباء اليوم لعلاج مرض كورونا والوقاية من الأوبئة، لأن هذه الفيروسات تعلق بين هذه الفراغات بين الأصابع وهنا تحت الأظافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقص الأظافر، وهو إجراء وقائي اليوم يتخذه الأطباء للوقاية من كورونا، وأوصى أيضا بغسل البراجم، أي هذه المفاصل، هذه ما بين الأصابع.
أوصى بالانتضاح بالماء، المبالغة في التطهر بعد التبول ليمنع عنك أي مرض. طيب بالله عليكم، يعني أنا أود أن أخاطب من يشكك بهذا النبي، لماذا يأتينا بهذا الحديث؟ أنا أريد جواب على ذلك. أنتم تقولون إن نبي عليه الصلاة والسلام كان همه النساء والمال والسلطة، لماذا يأتينا بإجراء وقائي اليوم؟ اليوم في 2020 العلماء ينصحون به، يأتينا بإجراء وقائي للوقاية من الأمراض الجنسية المعدية. طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك أمراض جنسية معدية بالمعنى الذي نجده اليوم، ولكن هذا النبي حريص علينا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أمرنا بالاختتان، أمرنا بالسواك لنحافظ على صحة الفم والقلب والذاكرة. هناك أبحاث أيها الأحبة تقول بأن تنظيف الفم بطريقة جيدة يساعد على تقوية الذاكرة وتقوية القلب أيضا، لأن هذه العملية تنشط الأوعية الدموية هنا الدقيقة، وهذه لها اتصال مع القلب وتؤثر على عمل القلب أيضا. أمر بتقليم الأظافر، يعني انظروا كم هذا النبي حريص، اهتم بالأمور الدقيقة جدا، ما حاجته أن يأمرنا بذلك؟ هذا يشهد على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد على أنه صادق في دعوته من الله عز وجل. لماذا يأمر مثلا بنتف الإبط؟ هذا الشعر الزائد هنا يسبب مشاكل كثيرة، بسبب التعرق وتراكم البكتيريا يسبب التهابات جلدية ويسبب مشاكل. أيضا حلق العانة تسبب مشاكل بسبب تراكم بعض أنواع البكتيريا وبسبب التعرق وأسباب أخرى، درجة الحرارة وغير ذلك، فتسبب التهابات للجلد وتراكم بكتيريا وغير ذلك. النبي يريد مؤمنا طاهرا نقيا سعيدا مطمئنا في حياته، لذلك أعطانا تعليمات تتعلق بسلامتنا الشخصية ونظافتنا الشخصية ليضمن لنا السعادة والحياة المطمئنة. والعلم يثبت ذلك، يعني انظروا أيها الأحبة، هذا الحديث الشريف الذي رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه، هذا الحديث يتفق مع الحقائق العلمية، ليس فيه شيء دجل أو شعوذة، ليس فيه أمر واحد يخالف مبادئ الطب الوقائي اليوم. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد يخالف الطب الحديث. إذا ماذا يدل ذلك؟ يدل على أنه رسول صادق في دعوته، وينبغي علينا أن نحفظ مثل هذه الأحاديث، تكون هنا في ذاكرتنا ونطبقها ونعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن يحشرنا الله عز وجل مع هذا النبي الكريم ومع عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.